خلينا، أنا مش حابب أبدأ بمنطقة الخلافات والأزمات اللي أثرها هذا التقرير أو أتكلم عنها التقرير. بحب هو بس ها بس إيه؟ ها طبعا أنا مش بحتج ولا بعترض على التقرير، لا لكن يفع لأغلاق الحق كاملا بعض العبارات. يعني عندما يقال في التقرير أن هناك جبهة البدوي وجبهة التيار، لا مفيش حاجة اسمها جبهة البدوي. في حزب الوفد، في حزب الوفد اللي رئيسه له صوت شأنه شأن أصغر عضو في الوفد. البعض للأسف الشديد بيعتقد أن الوفد، البعض مش عايز أقول كلنا، البعض ويحاول بيعتقد أن الوفد شأنه شأن أي دكان من دكاكين السياسة الحديثة التي يمتلكها شخص. لا، الوفد مؤسسة ضخمة وعريقة، وبالتالي لا أستطيع أن أقول جبهة البدو ولا أستطيع أن أقول جبهة أخرى. هناك مؤسسة اسمها حزب الوفد بهيئته العليا، بجمعياته العمومية، بلجانه الإقليمية، بلجان شبابه ولجان نسائه ومؤسساته الكاملة بحكومة ظل، ده اسمه حزب الوفد.